little piece. Ooh, that kind of hurts. أطلقوا عليها العاصفة القنبلة، العاصفة الأمريكية من ضمن أسوأ ثلاث عواصف شتوية عبر التاريخ، والتي تتسبب كل عام في خسارة الكثير من الأرواح. تعيش عدة ولايات أمريكية منذ أيام أسوأ عاصفة منذ 50 عاما، وذلك بحسب ما صرحت به الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، وتحدث كالعادة خلال هذه الفترة من كل عام، ولكنها جاءت هذه المرة بشكل مختلف، حيث تسببت العاصفة الثلجية في فقد أرواح الكثير من المواطنين وحبس الملايين في منازلهم وسط العتمة والبرد الشديد طوال ساعات الليل والنهار لانقطاع الكهرباء، ليصفها خبراء المناخ بأنها العواصف الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أمريكا. وعلى مدار العقد الأخير شهدنا عواصف ثلجية تسببت في خسائر أرواح الآلاف من المواطنين وتدمير مدن كاملة، وتقف أعظم الدول عاجزة أمام الظواهر الجوية الجامحة لتنتصر الطبيعة وحدها وتعلو كلمتها فوق الجميع. أرجع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية تأتي نتيجة وجود منخفضات جوية متعمقة على سطح الأرض، يتزامن معها وجود تخلخل في قيمة الضغط الجوي في طبقات الجو العليا، وغالبا يكون مصاحبا لها تيار نفاث شديد البرد بدوره يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية وإلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح التي تؤدي إلى الإحساس بشدة برودة الطقس وتكوين طبقات ثلجية جليدية ربما تكون مدمرة. أثرت العاصفة الشتوية المميتة على أكثر من 200 مليون شخص، وتسببت في فقد كثيرا من الأرواح ومئات آلاف النازحين إلى مناطق أكثر أمانا. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية المدمرة. وبحسب المسؤولون فإن هذه العاصفة تعد الأكثر تدميرا في تاريخ أمريكا، مشيرين إلى أنه تم استدعاء رجال الحرس الوطني. أمريكا تحت حصار العاصفة الثلجية وارتفاع أعمال السلب والنهب، فوضى في المطارات وإلغاء 17,000 رحلة. نيويورك الأكثر تضررا وسط هذه العواصف الجليدية، ومسؤول أمريكي يقولها صراحة: نحن نعيش أسوأ ظرف منذ زمن. وبايدن يعلن طوارئ، يا ترى ماذا يحدث في أمريكا؟ تعرضت العشرات من المتاجر ومحال السوبر ماركت للنهب في ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بعد غياب الأمن بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد. وكانت مدينة بوغالو هي الأكثر تضررا جراء العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام، وقد سجل فيها أكبر عدد من حالات النهب، كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلوج المتراكمة. وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من العملاء، وتم إلغاء أكثر من 3,300 رحلة طيران محلية ودولية، مع تأجيل أكثر من 11,000 رحلة طيران. نترككم مع بعض الفيديوهات التي تم تصويرها من المواطنين في شوارع أمريكا، شاهد للنهاية.